مساء الخير. نهار اليوم كانت الأجواء صيفية معتدلة، وصلت درجة الحرارة إلى 29 درجة مئوية في العاصمة عمان. هاي الليلة رح تكون الأجواء مائلة للبرودة، رح تسجل درجات الحرارة في عمان 19 درجة، ورح تكون الأجواء ضبابية في العديد من المناطق وخاصة الجبلية. غدا نهارا رح ترتفع درجات الحرارة بشكل بسيط، رح تكون الأجواء صيفية، رح تسجل خلال ساعات النهار 28، بالليل رح تنخفض ل 19. يوم الجمعة والسبت رح تستمر الأجواء صيفية، رح تسجل نهارا 29، بالليل رح تنخفض ل 20 درجة. بنستعرض درجات الحرارة في المدن الأردنية. أجواء ضبابية هاي الليلة في المناطق الشمالية، رح تسجل درجات الحرارة في منطقة إربد 20، غدا 30، عجلون 17، غدا 28، جرش 18، وغدا 30 درجة. بتسجل درجات الحرارة هاي الليلة بالمفرق 21، غدا 31، الزرقاء 21، وغدا أيضا 31، وأجواء صيفية. مطار ملك علياء هاي الليلة 19، غدا 31، السلط 20، غدا 31، مادابات 19، وغدا 29 درجة وأجواء غائمة. الكرك 17، أجواء ضبابية، غدا 26، البحر الميت 26، غدا 37، أجواء حارة، طفيلة 17، وغدا 28. معان هاي الليلة 19، أجواء باردة، غدا 32، مدينة العقبة رح تسجل فيها 26، وغدا 38 درجة. رواشد هاي الليلة 23، وغدا 36، وأجواء حارة. بالنسبة لملخص الطقس خلال الأيام القادمة، رح يكون في ارتفاع بسيط على درجات الحرارة. غدا رح تكون الأجواء صيفية خلال ساعات النهار، وأجواء لطيفة ورطبة خلال ساعات الليل. رح ننتقل لدرجات الحرارة في عواصم الدول العربية والعالمية. نهاية نشرة الطقس لليوم، شكرا لمتابعتكم، عودة إليك لنا. شكرا جود.